بمناسبة تأهل المغرب لدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، خلونا نتعرف على تاريخ المنتخب العظيم وأبرز إنجازاته. بلش أولى مبارياته عام 1957 ضد منتخب العراق وانتهت بالتعادل 3-3. أما أول ظهور دولي وقاري كان عام 1970 ببطولة كأس العالم بمواجهة المكسيك. فاز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية عام 1976 وببطولة أمم أفريقيا للمحليين مرتين وكأس العرب مرة واحدة. شارك بكأس العالم 6 مرات وأفضل إنجاز له كان عام 1986 واحتل الصدارة بمنافسة المجموعة السادسة من النهائيات والمرتبة 10 بتصنيف فيفا العالمي عام 1998 بقائمة أفضل فرق كرة القدم. وكان بالمرتبة الأولى بإفريقيا لثلاث سنوات متتالية، وكمان فاز بالمرتبة 24 كأفضل فريق وطني بالعالم. أما اليوم فمنتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي بيوصل للنصف النهائي ببطولة كأس العالم 2022.